ايه اللي هنتكلم عنه بالنسبة للاناتومي of the kidney؟ هنتكلم على external features of the kidney, location, structure supporting in relations, anterior posterior relations, renal coverings و its role in the fixation, وبعدين major internal structures of the kidney. كده هنتكلم على arterial supply, nerve supply, venous drainage و lymphatic drainage of the kidney, وأخيرا surface markings أو surface projection and Morris quadrangle. لما نيجي نتكلم عن ال دي طبعا دي this is the kidney أهي on both sides, طبعا موجودة على posterior abdominal wall on both sides of the middle line على جانبي ال vertebral column. طيب من ده المنظر, ادي الكيدني, الرايت كيدني والليفت كيدني on each side of the vertebral column. بتمتد طبعا هي ريترو بروتونيال, يعني معناها البروتونيوم من قدام بس ومن ورا لا, فهي ورا البريتون يعني ريترو بروتونيوم. ده الاصفر ده البريتون. بعد كده الامتداد بقى من تي 12, من اول البودي اوف تي 12 لحد ال ال 3 ده الليفل. وطبعا زي ما احنا شايفين الرايت كيدني below the left kidney by about half an inch because of the liver. يبقى ده البوزيشن بتاع from T12 to L3 والرايت كيدني below the level below the left. نيجي بعد كده نتكلم عن الريليشنز. دي الليفت كيدني او ريليشن upper medial هنلاقي السوبرارينال جلاند. طيب الأبر لاترال هنلاقي السبلين, وبعد كده الجزء اللي ما بينهم هنلاقي الاستومك, ويفصلها عن الاستومك ايه الليسر ساك والليسر اومنتم. وبعد كده بعد كده السبلينيك ارتري ماشي بالعرض, يبقى هنا 4S السوبرارينال, السبلين, الاستومك, السبلينيك ارتري, ده اسمه 4S عشان نفتكرها يعني. طيب بعد كده بلو الحتة دي هيبقى مكان هنا الانتيرور بقى تحت السبرينيك ارتري, هيبقى البودي اوف ذا بنكرياس. بعد كده ترانسفيرس كولون, بعد كده الديسندينج كولون, وبعد كده الجزئية الأخيرة ميديال اند انتيرور هيبقى السمول انتستين والاسندينج برانش اوف ذا ليفت اوف ذا ليفت كوليك ارتري. طيب نيجي للرايت سايد. الرايت سايد برضو ال upper part of the anterior upper medial suprarenal gland, بعد كده ده second part of the duodenum اللي احنا بنشاور عليه, ده second بيغطي الهايلم والانتيرور ميديال بارت, وبعدين الجزء الكبير بيتغطى بالليفر, وبعد كده الرايت كوليك فليكتشر وميديالي اند انتيرور انفيرور هيبقى ال small intestinal coils of the small intestine وال ascending branch of the right colic artery branch artery هنا. طيب لما نيجي نعمل topography, دي رسمة كده بتوضح لنا بالألوان كل ال structures على ال left kidney. أول واحدة قلنا medially and superiorly هتبقى ال suprarenal S, وبعدين السبلين, وبعدين الاستومك ده مكانها بالألوان ده, وبعد كده ده السبلينيك أرتري, وده قلنا الفور إس. بعد كده هيبقى البنكرياس, ده الجزء ده الأنتيرور, وبعد كده البنكرياس, وبعد كده الترانسفيرس كولون, وبعد كده الدسندينج كولون والسمول انتستين, وبعد كده الأسندينج برانش أوف ذا ليفت كوليك artery. يبقى ده anterior relations of the left kidney. طبعا هنا الهايلم هيبقى الفين الأول anteriorly, يليه الارتري posteriorly, وبعدين most posterior هيبقى renal pelvis اللي هيكمل يبقى ureter, فبسميه VAP يعني الفين والارتري intermediate والرينال pelvis most posterior. ده بالنسبة للليفت كيدني. طيب يبقى ده ترتيب الستركشرز. نيجي بعد كده الانتيرور ريليشنز اوف ذا رايت كيدني مرسومه, نرسمها الاول الهايلم برضو نفس الكلام, فاب اهو ادي الارتري والفين
الفين الأول سوري anterior وبعدين artery وبعدين renal pelvis. بعد كده بقى الريليشنز أو topography الموجود على السطح أو الإمبريشنز على الكدني، أول حاجة الميديال and superior supra renal، وبعد كده descending اللي هو descending part of the duodenum اللي هو second part، وكده liver وبعد left colic flexure، وبعد كده small intestine والascending branch of the right colic artery. نيجي بقى للposterior relations، هنلاقي ايه؟ الكدني applied on the posterior abdominal wall وفوق، يبقى اول حاجة نلاقيها العضلات بتاع posterior abdominal wall. اول حاجة فوق وورا اهي الدايفرام ده على right والليفت اللي هيفصلها عن الثوركس فوق، وتحديدا البلورال ريسس يبقى الدايفرام. طب هنيجي للتلتين التحتانيين من الكدني، هنلاقي العضلات بتاعه البوستيرو ابدومينال وول او العضله السوس ميجور، وبعد كده الكوادريتاس لامبورم، وبعد كده ترانسفيرسس ابدومينس اللي هي بالعرض دي، ودي جايه من قدام ولفه ورا، يبقى تلات عضلات تحت وفوق الدايفرام. طيب يبقى الكلام ده posterior abdominal wall structures which include muscles، وقلنا أساميهم اللي هم diaphragm، السوس major، quadratus lumborum، transversus abdominis، وفيه vessels ونيرفز هنشوفها دلوقتي حالا. ده topography كده مكبر، ادي diaphragm اهو، وادي السوس major، وادي quadratus lumborum، وادي transversus abdominis. يبقى ده posterior relations اللي متعلم عليه بالاسود ده 12 ريب رقم 12، وهنا 11 و 12 وانتركوستال سبيس. طيب في نيرفز وفيسل زي ما قلنا، عشان احنا كده رسمينها هنرسمها، هتبقى ما بين العضلات وما بين الكدني. هتبقى اول حاجه سبكوستال نيرف وارتري وفين اللي هو تحت الريب رقم 12، بعد كده نيرف تاني اسمه اليو هايبوجاستريك، والنيرف اليو انجوينال. نيجي للكفرينجز اوف ذا كيدني. الكيدني في ليها أربعة لايرز كفرينج ذا كيدني. اول لاير هتبقى الفايبرس كبسول، هم هتلاقي عشان نفتكرهم بنسميهم 4F. اول طبقه اسمها الفايبرس كبسول، وهي كفرينج ذا هول كيدني سراوندينج ذا كيدني وادهيرنت تو ذا تيشوز اوف ذا كيدني، زي ما احنا شايفين اهو جزء منها اهو متاخد فيه ويندو، وده الفايبرس كبسول، دي اول لاير، وطبعا الوظيفة بتاعتها حماية protection of the kidney. بعد كده lateral ليها covering برضو surrounding the kidney، هتبقى اسمها perirenal fat، يعني ما الفات اللي حول الكدني، وده مهم جدا جدا انه بيسند الكدني، بيعمل support للكدني، لما بيقل الكدني بتنزل لتحت. طيب خارج perirenal fat ده في طبقة تالتة اسمها الرينال فاشيا، وخارج الرينال فاشيا في حاجه اسمها بارارينال فات، يبقى دي رينال فاشيا وبعد كده بارارينال فات، وكل ده بيعمل سبورت للكيدني ان بوزيشن وبروتكشن. ده اخر طبقه رقم 4. طيب نيجي للانترنال ستراكشر اوف ذا كيدني. الكيدني بتتكون من الكورتكس والمضلة، دي الكورتكس اهي وادي المضلة، وبعد كده حاجة اسمها رينال بيلفس، ورينال بيلفس بيكمل يبقى يوريتر. الكورتكس عبارة عن convoluted tubules. المضلة عبارة عن الكون شيبد structures كده، ليها ايبكس وليها بيز، موجودة هنا ودارك ان كولر كده بسميها البيراميدز، ودي موجودة عددها كبير جدا، وبينهم حاجة اسمها الكولمز اللي هو امتداد الكورتكس بينهم، ده الكولم اهي وادي البيراميدز اهي. طيب الاند بقى بتاعت البيراميد دي تنتهي برينال بابيلا اللي هي بتنزل الفورم ديورين في الكاليكس اللي هو الجزء اللي بعده الرينال بيلفس. يعني يبقى البيراميدز دي ستراكشرز كتيره كون شيبد، والابيكس بتاعتها فيها فتحات اسمها رينال بابيلا، والرينال بابيلا في الاخر هتصب لي في حاجه اسمها ماينور كاليكس اهي دي رينال بابيلا ودي الماينور كاليكس اهي.
الماينور كاليكس بتتجمع، بتبقى كتيرة طبعا عددها، كل كام واحدة 8 إلى 12 بتتجمع عشان تبقى ميجور كاليكس. يبقى دي واحدة ودي واحدة كاليكس، ده كل ده مفروض انه مقفول، احنا فاتحينه. ميجور كاليكس اللي هو هتبقى في الآخر 2 ل 3، يبقى كل ماينور كاليكس كل 8 ل 12 يتجمعوا يبقوا ميجور كاليكس. في الآخر كل الكاليسس دي تبقى 2 و3 يتجمعوا كلهم يبقوا حاجة اسمها رينال بيلفس. الرينال بيلفس يكمل يبقى يوريتر، الكونتينيويشن بتاعه اليوريتر. This is